لك العديد من الناس الآن يموتون بسبب السرطان، تتعجب من الأسباب. هني يوضح لك، يقول لك واحد ناس من السيارة، الكثير من الناس من السيارة داخل السيارة الصبح حتى المساء، وقت طويل يقضونه داخل صح. سياراتهم صح. يقول لك لا تشغل المكيف أول ما تدخل السيارة، نزل الجام كله بعد كم دقيقة شغل المكيف. يقول لك حسب البحوث العلمية إنزين، القيادة السيارة اللوحة اللي قدامك الطبلوم هذا احنا نسميه، والمقاعد وقنوات التكييف وغيرها مصنوعة من مادة بلاستيك صح. إنزين صح. إضافة حق البنزين المنبعث السام بالداخل من داخل السيارة نعم. كلها مسرطنة إنزين. لما تدخل السيارة تشوف أصلا ريحة السيارة بالشمس تتغير لما تدخل داخل، الناس عبالها مع ريحة سيارة جديدة يعني شميت الريحة. فيقول لك هذه المواد الكيميائية بالحرارة العالية تنبعث، وإحنا أول ما تدخل السيارة تدش السيارة تصك الباب تقول وف تشغل المكيف حده. أنت جسمك كله قاعد يتنفس كل السموم الكيميائية اللي قاعد تطلع من السيارة. فبالتالي الحذر يا جماعة، هي مو سالفة والله خلها تنسم السيارة بسبب ان تنبط الدرايش، ولا اول ما تدخل السيارة نزل شو اسمه، يقولك لان يقولك ايه عشان المكيف يصير بارد، لا 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 لا، هذا كله مثبت علميا. يعني معناته الحين حتى اللي يستخدم الريموت من بعيد، الحين الريموت ايش قاعد يسوي بعد؟ نعم، تدق السيارة سلف ويدق المكيف صح، تخيل يشقلها ويشقلها ويشقلك المكيف نعم. انت تدش عيل تاخذ كل السموم، كل السموم اللي موجوده ايه داخل تيوبات التكييف ايه موجوده ايه. يقول لك لان البنزين اللي منبعث في يسبب تسمم عظام، يحدث الانيميا، يخفض منسوب كرات الدم البيضاء، ولاحقا يسبب لوكيميا في الدم انزين، وايضا مخاطر حدوث سرطانات اخرى. يقول لك انبعاث البنزين في بعض الحالات تسبب اجهاض للنساء الحوامل انزين. فيقول لك السياره اللي يعني حاطينها كمليغرام ويعني حاطينها